السلام عليكم طلابنا الأعزاء أه بالرسم السابق البستن نسينا أه شيء واحد أه من من أجزاء البستن اللي هو هذا الجزء البروز اللي من الداخل اللي هو إيه هذا رسمنا الدائرة آخر شيء بس ما رسمنا الجزء اللي بارز إلى الداخل من من جهتين ثقب الدائرة اللي عملناهم إذا إذا تشوفون هذا السكشن هو مقصوص من النص مقصوص هذا البستن من النص ومأخوذ منه هذا السكشن view تمام فاذا تلاحظون هذا البروز من الداخل بهذا الشكل فتشوفون هسه هذا مو مخصوص هذا كامل فيبين يبين البروز من بس من هذا الجزء اوكي فاذا نجي على الرسمة مالتنا نلاحظ احنا وصلنا الى هذا القدر وما كملنا البروز اللي من الداخل زين كيف راح نعمل هذا الشيء نجي على صاير وين هاي الدائرة هسه حاليا كانت بالفرونت فيو من بلشنا الرسم بالبداية كانت بالفرونت فيو اذا نلاحظ هذا الفيو مالتي هو الفرونت بلين تمام فاذا اعمل نورمال تو بهذا الشكل راح الاحظ انه انا الدائرة ماتي بالفرونت بلين اوكي نعمل كليك على فرونت بلين و سكتش اوكي حتى نرسم الدائرة الخارجية اللي موجودة عندي هنا الدائرة الخارجية قطرة 45 مليمتر زين نجي على الدائرة او قبل ما نرسم الدائرة لو رسمنا دائرة هنا احنا حاليا وصلنا نرسم على فرونت بلين يعني على منتصف البستم من هاي الجهة اوكي فلو عملنا دائره فقط وعملنا اكسترود اكسترود اه راح تظهر لي اه راح تظهر لي يعني بشكل اسطوانه تمام فاحنا ما نريد بهذا الشكل نريد الجزء الخارجي اللي بين هاي الدائرتين يعني نريد فقط هذا الجزء هو اللي يبرز للداخل تمام هذا الجزء هذا الثخن اللي بين هاي الدايرتين مثل ما مأخوذ عندنا هنا نريد فقط احنا هذا الجزء اللي يبرز عندي تمام زين هذا آه آه هذا السايد وهذا الفرونت تمام ما هنا مأخوذ ايضا مقصوص هذا البستن من الفرونت اوكي فنجي هسا آه نختار هذه الدائرة نحدد عليها كليك اوكي حدد عليها كليك حددنا العفو حددنا الدائرة بهذا الشكل اوكي بعد ما حددنا الدائرة لحظة شباب اجي احدد الدائرة ماتي طبعا لا تنسوا بالبداية عملنا سكتش اوكي على هذا عملنا سكتش زين فنحدد الدائرة ماتنا ونختار convert convert entities تمام حتى بعدين هذا الجزء اللي هو راح نعمل عينه convert و extrude أوكي اللي بعد هاي الدائرة مو كل الدائرة اللي راح أرسمها بعدين هاي الدائرة اللي راح أرسمها الخارجية إذا عملنا عليها extrude فراح تصير كاسطوانة تمام فاخترنا هذا ال... اخترنا هاي الدائرة ونختار فقط نضغط كليك على convert entities تمام بعد ذلك نرسم الدائرة مادنا اللي قلنا القطر الخارجي مالها 45. القطر الخارجي مالها 45. نعدل على عندي نصف قطر أنا هنا 22.5 بما يعادل آه هذا الر في 2 و45. تمام؟ هاي الدائرة مال وأضغط على صح أو كلوز. بعد ذلك اذهب الى الفيتشرز واختار الاكسترود تمام زين الاكسترود يا يعني نوع راح اختار فروم قبل كل شيء فروم راح اخذه من النص هل انا راح اعمل اكسترود من النص كامل لا اما اذا لاحظ الرسم مالتي اكو بالنص هنا فراغ يعني هذا مو مطلوب زين انا رسمت الدائره مالتي من المنتصف فكيف أج يعني اتجاوز هذا الفراغ شنو عندنا قلنا عندنا الاوفست فاجي اختار الاوفست اجي اختار الاوفست زين ايش قد راح اخذ اوفست ايش قد راح اخذ اوفست ايش قد عندي المسافه عندي 38 عندي المسافه 38 فالمسافه عندي 38 وانا الدائره مالتي بالفرونت هنا بالمنتصف كانت فايش راح اعمل 38 3 تقسيم زين تساوي 19 راح اعمل اوفست بمقدار 19 انا هسه حاليا راح اعمل اكستود على الجهه وحده وبعدين اعمل ميرور بالاتجاه الثاني تمام فاذا نلاحظ هاي هنا اشتغل على الجهه وحده راح اعمل منه اوفست بمقدار 19 19 مليمتر زين بعد هذه ايش اختار اي نوع Through All up to surface لو اي اختار زين ايش راح اختار بعدها اذا اخترنا through all فبالكامل فاحنا نختار up to next up to next يعني الى التالي التالي راح يجيك راح يجيك بهذا إيه الشكل زين لو اخترنا blind. البلايند البلايند آه يعني آه تتحدد تحدد مقدار معين ويستمر بينه اوكي زين بينما الـ up تو نيكست شوف ما اكو عندك يعني ما أكو عندك تحديد لمقدار البعد فهو يعمل اكسترود الى ان يصل الحد الى ان يصل الحد اللي هو شنو عنده الجسم الخارجي هنا تمام تمام شباب للتذكير بالنسبة للحركة هسه انا اضغط الماوس بهذا الشكل البكرة اللي بالنص بالماوس اوكي من من اضغط على alt بالكيبورد واضغط على البكره اللي بالنص شوف التحريك يصير بهذا الشكل تمام التحريك يصير بهذا الشكل اذا اضغط كنترول احركه بهذا الشكل اذا اضغط Shift تقريب و يعني تقريب و تقريب يعني أ... تقرب وتبعد بالرسمه مالتك وتقدر هاي تستخدمها بالبكره نفسها اصلا بدون ما تضغط على Shift اوكي أه هسه كملنا الاوفست وعملنا اب تو خلاص اضغط على علامه الصح راح يعمل لي هي من جهه واحده زين ايش اجي اعمل ايش اختار اختار الميرور الميرور مالتي وين الميرور هذا الميرور مالتي تمام اضغط على كليك الفيس حتى يعمل بي الميرور منو منو الفيس مالتي اللي بدي اشتغل عليه قلنا الفرونت زين فعندي فأ... هذه اختار منها الفرونت زين هسه انا هنا فارة ماكو شيء شنو هو الفيس فيس ميرور ميرور فيس او بلين شنو هو اختار الفرونت تمام حددته اوكي زين ال... الفيتشر تو اكسترود اصلا هنا عندي محدده واذا ما كانت محدده مضار... مجرد تضغط عليها وتختار البوس اكسترود تمام اللي هو اخر شيء انت سويته اللي اخر شيء انت سويته تمام وأضغط على علامة الصح زين ويكتمل عندي الشكل بهذا الشكل تمام الآن يكون بهذا الشكل عندي الرسم كامل مية